بيكي واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. هنا بالفعل من امام قاعه اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي والذي يعقد في هذه اللحظات برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وفي حضور ايضا النائب الاستاذ العمري فاروق وامين الصندوق الاستاذ خالد الدرندلي وباقي اعضاء مجلس الاداره، كلهم متواجدون داخل قاعه مجلس الاداره لبحث ومناقشه العديد من الامور الاداريه والانشاءات وامور كثيره جدا تهم قطاع كبير جدا من المهتمين باخبار فريق النادي الاهلي وباخبار اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل عام. يمكن الاجتماع بدا في حدود الساعه 3:30 عصرا بحضور الجميع فيما عدا طبعا دكتور راني علواني المتواجده حاليا مع فريق الغطس في هولندا، هناك بطوله ومعسكر في هذه اللحظات، لكن بالتالي الاجتماع بدا في حدود الساعه 3:30 مستمر حتى هذه اللحظات ولم ينتهي، وبالتالي المجلس يناقش العديد من القرارات. بدايه اولى القرارات اللي ممكن تناقش في خلال هذا الاجتماع، القرارات التي تخص قطاع كره القدم والقرارات التي اتخذت من خلال لجنه الكره بالنادي الاهلي، وبالتالي اجتماع مجلس الاداره لاعتماد هذه القرارات واعتماد جميع التعاقدات التي تمت خلال الساعات القليله الماضيه، خاصه ان اليوم هو اليوم الاخير لفتره الانتقالات الشتويه في شهر يناير الجاري، وبالتالي المجلس منعقد في هذه اللحظات لاعتماد العديد من القرارات الاداريه الخاصه بقطاع كره القدم والقرارات الفنيه. في ظل اليوم النهارده كان فيه العديد من الاجتماعات سواء بالتعاقد مع حسام غالي او اجتماع لجنه الكره والكابتن خطيب مع الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الاهلي والكابتن سند الحفيظ مدير الكره. ده هذا بالنسبه لجزء قطاع كرة القدم والجزء الفني بالنسبة لكرة القدم في النادي الأهلي، لكن هناك جزء آخر متعلق بالأمور الإنشائية والأمور الإدارية. نعلم أن خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك مؤتمر وتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز الخدمات المشروعات بالقوات المسلحة، بالتأكيد مجلس الإدارة يعتمد هذا التوقيع وهذا البروتوكول لاعتماد العديد من الأمور الإنشائية والأمور الإدارية الخاصة بالنادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وأيضا هناك بعض القرارات تخص بشكل كبير جدا أعضاء النادي الأهلي وتحديدا كبار السن في مسألة التأمين الصحي وفي مسألة بعض الأمور الاجتماعية الإدارية التي تخص العديد من أعضاء النادي الأهلي خلال الفترة الحالية. إذن هناك العديد من القرارات والعديد من الأمور تخص أيضا كمان الإنشاءات والإنشاءات المقرر المزمع إنشائها خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع المدير التنفيذي العميد محمد مرجان، امور ايضا تخص الهيكله الاداريه والمديرين والشكل الخاص بالادارات التنفيذيه خلال الفتره القادمه بالنسبه للنادي الاهلي. اذا هذا الاجتماع يناقش العديد من الملفات سواء ملف كره القدم او ملف خاص بالانشاءات وملف خاص بالتامين الصحي والعديد من الامور الاداريه التي تخص قطاع عريض جدا بالنسبه للنادي الاهلي. الاجتماع مستمر حتى هذه اللحظات، من المقرر خلال الساعه او الساعتين القادمين باذن الله يكون المجلس انتهى من هذا الاجتماع. سنعلم بالتاكيد عقب نهايه هذا الاجتماع من خلال مؤتمر صحفي للاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي لمجلس الاداره القرارات النهائيه والقرارات الرسميه التي سيتخذها مجلس الاداره في اجتماعه اليوم المقرر 31 من شهر يناير الجاري، وهو اجتماع شهري بيعقد من خلال مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. هذا هو كل ما لدينا من داخل اجتماع مجلس الاداره واخر التطورات بالنسبه لهذا الاجتماع الذي يعقد في هذه اللحظات داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. اليك الكلمه ايه.